أهلا بكم، عدنا ثانية لنواصل الحديث عن المباراة التي تجمع بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الكوري. تحدثنا عن الجهة اليسرى، الآن نتحدث عن الجهة اليمنى التي صنعت الحدث كما قلنا سابقا بالاتجاه المعاكس. مصطفى مهدي، كيف تقيم أداء مصطفى مهدي في المنتخب الوطني الجزائري بغض النظر عن أنه ليس منصبه الأصلي؟ يعني مقارنة يعني كي نشوفوا اللقاء تاع بلجيكا يعني ما ارتكبش أخطاء كبيرة، يعني قام بالدور تاعه. هذا هو الذي يعني تحدث عنه حليل الجيش، قال أن مهدي مصطفى لم يرتكب أخطاء كبيرة. بطبيعة الحال لنا عندنا حكم مسبق، اسمح لي نكره حليل، نكره درنا في بالنا باللي مهدي مصطفى ما يلعب مش منصب تاعه، ولكن أدى دوره يعني في هذا اللقاء، يعني أدى دوره. وتاني كمان ما يخفلكش باللي يعني لعب ضد لاعب كبير أزار اللي معروف بالتوغلات تاعو. يعني كي يشوفوا اللقاء توغلوا خطرة واحدة في بعد الدقيقة 70، يعني في بعد الأخير انهيار المنتخب، يعني هي المهمة. ولكن في أطوار المقابلة يعني من ظن باللي ما كانوش لقطات خطيرة على جهة مهدي مصطفى. دوك نقدر نقول باللي ما كانت تغطية من سفيان فيغولي اللي كان يساند فيه، ولكن بطبيعة الحال من الواجب يساندو باسكو يعني الظهير الأيسر تاع بلجيكا كان يساهم في الهجوم، ولهذا يعني فيغولي كان يولي مع الظهير وكانت تكون تغطية متبادلة في هذاك الرواق. نعم، إذا هذا أداء مهدي مصطفى في هذه المباراة. نتحدث عن المباراة منتخب الوطن الجزائري ومنتخب الكوري. مهدي مصطفى يغير بماندي، ما الفرق بين مهدي مصطفى وماندي؟ ماندي لو لعب مثلا، لو لعب ماندي المباراة الماضية، هل سيكون الأداء مثل أداء مصطفى؟ الخطة مكبلة، ما نقدروش نحكم. فريني ما تقدرش الخطة يعني خطة التي لعب بها المنتخب أمام بلجيكا، ما تقدرش ديفلوبي اللعب تاعك. راك قلتها بنفسك. على كل حال يعني ماندي يعني يخلق توازن من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية. يعني منصب تاعو يعني عنده خصوصيات تاع هذاك المنصب، يعني هذا هو وعنده الفرق. وعنده لي روبير في هذاك المنصب، يعني يعرف كيفاش يتعامل في هذاك المنصب. نقدر نقول باللي افضل من مهدي مصطفى، ولكن من نقص من مجهود والمردود تاع مهدي مصطفى اللي داره مع بلجيكا، يعني بدون نقص من المردود تاعه. وليس خطأه انه لعب في منصب غير منصب. اداء كل لاعب هو مرهون بالخطه التكتيكيه المنتهجه من قبل الفريق، لان نلعب في منظومه جماعيه، المنظومه الجماعيه دي متكونة من 11 لاعب بما فيهم حارس المرمى. لا يمكن ربما لا يمكن تحميل لاعب واحد او اثنين مسؤوليه مثلا خساره مباراه، هذه هي المشكله. الان مندي او مهدي مصطفى مردودهما سيحسب حسب الخطه المنتهجه. اذا كان مثلا اليوم المدرب الوطني اقحم يعني عيسى مندي مثل ما ننتظر بدلا من مهدي مصطفى، لكن كيف سيلعب مهدي عيسى مندي؟ هل ستكون عنده حريه للمساهمه في التنشيط في التنشيط في التنشيط الهجومي، ام لا سيكون مقيد يعني مكبل مثل ما قلت قبل قليل، يعني يلعب بخطه معينه محدده مثلا لا يتجاوز مثلا وسط الميدان. خط الوسط كي نقارنوا مع كما قال الاخ طازير، كي نقارنوه مع غلام نقدر نقولوا بلي عنده نفس الخصوصيات هجومي، ولا ما تستغلهمش يعني دوك على حسب الخطه المنتهجه من طرف الناخب الوطني. دوك ولا كان عنده يعني رغبه هجوميه ورغبه باش ينشط هجوم على الاطراف، لازم له ماندي ولازم له غلام باش يكون يعني ما يخفاش باللي الكره الحديثه الكره تخرج بزاف على 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 على, 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 على الاظهره، على الظهير الايسر والظهير الايمن اللي هما يطلعوا الكره ويعطوا التفوق العددي ويمدوا ثانيك حلول على الاطراف اللي هما الان حوالي نقدر نقول لك باللي لا بلي بار الحديثه 90% من اللعب مبني على لا بلي بار دي سونتر تاع كرات عرضيه لي سونتر سور لي سونتر روتري، يعني لا بلي بار سي لي زاي لاتيرو. كي نشوفوا اللاعب الايفواري الظهير الايمن تاع فريق كوت ديفوار سعيد الحاج، يعني في المباراه الاخيره ضد كولومبيا هدفين،
كولومبيا حتى المباراه التي سبقتها نقول لك باللي حوالي في شوط شفت باللي ظاهر توغل حوالي 12 مره ولا 10 ظاهر الايمن لعب قدم مباراه كبيره نعم قدم مباراه كبيره توغل يعني سيرجو لعب واحد يعني كمهاجم كمهاجم ايمن واللي هو والمهاجمين اللي يدخلوا للوسط ويدخلوا واعطاه منح تفوق العددي لمهاجمي كوت ديفوار لاعبين في منطقه الخصم ولكن هذا يبقى مرهون مقيد بالخطه التكتيكيه. الان المدرب الوطني بصريح ما عندوش يعني خيار اخر لازم لابد عليه ان يلعب من اجل الفوز لانه حتى في حاله التعادل قد لا يكفي التعادل في حاله خساره المباراه الثالثه امام روسيا. اذن علينا ان ننتهج خطه هجوميه من اجل الفوز ولكن ايضا يعني في نفس الوقت يعني لابد من الحذر في الخلف لان المنتخب كوريا منتخب ابان انه منتخب يعني يستحق متكامل ويستحق يعني حتى التاهل الى الدور الثاني. غلام لعب في المباراه الاولى بخطه دفاعيه التي لعب بها حالي لوزيج. الان الخطه الجميع يتحدث عن خطه هجوميه دخول مصباح. مصباح نعرف انه مصباح هجوميا اقل مستوى من غلام. من الجانب الدفاعي مصباح أحسن. اعلى مستوى من أحسن. غلام. دخول مصباح في هذه المباراه كيف تراه؟ يعني هل هو حتى نقول هل هو المناسب لكن لماذا غير؟ قبل ما نولي يعني التغيير تاع غلام مصباح يعني ما الخطه الهجوميه ما نقدروش نقولوا احنا نلعبوا خطه هجوميه يعني نمدوا توازن الفريق تاعنا ما بين الهجوم والدفاع. بطبيعه الحال فريق كي يدخل باش يفوز ولكن وهذا لك الفوز لازم له يعني تحضير هجومي تحضيرات لقطات هجوميه اللي تخليك تلحق الفريق الخصم. كي نلاحظوا يعني معظم مباريات المونديال على غرار الهندوراس والفريق الوطني تاعنا يعني بكل احترام نقول الفريقين اللي ما لعبوش كره ما لعبناش ما شفناش القدرات تاعنا. منتخب الهندوراس جاء من هجمه معاكسه امام الاكوادور هدف واكتفاء يعني بالدفاع منتخب الهندوراس نسبه يعني الاستحواذ الكره احنا كنا يعني من اضعف المنتخبات 30% يعني نسبه ضعيفه جدا كما قال. ولكن ماهوش تسمح لي اخطاء زير ما شفنا في هذه المقابلات ما راهوش مقياس. كي نشوفوا البارح الفريق الفرنسي كانت 44% نسبه الاستحواذ الفعاليه موجوده ولكن الفعاليه الذهاب للهجوم الذهاب للهجوم بسرعه والانطلاق للامام بسرعه كوستاريكا ايطاليا كما تكلمت مقبلات دوك الخاصيه اللي راهي شفناها بزاف يعني المبدا اللي شفناه بزاف في هذا كاس العالم اللعب للامام مباشر. بسرعه يعني جوي فير لافون ديك بوسيبل لا فيرتيكاليتي يعني وشفنا سمعناها بعده محللين المو هذه لا فيرتيكاليتي سي جوي لو بلو فيت بوسيبل فير لافون اللي يخليك ما بثلاث كرات اربع كرات تلحق للمرمى يعني بدون هدف فرنسا الثالث بالامس يعني ضد سويسرا يعني ثلاث كرات فقط ولهذا قلت لك يعني قبل ما نروح يعني التغييرات تاع غلام ولكن احنا لازم نلعبوا نبينوا اللعب تاعنا نبينوا الوجه الحقيقي للعب الجزائري. الفرق كاع اللي لعبت 32 فريق لعب كورته كل فريق لعب كورته عنده شخصيته بارك الله فيك لعب كل فريق لعب كورته. الفريق الاسترالي انهزم في مباراتين ولكن أدى مباراتين في القمة من كل النواحي. الفريق كذلك الفريق كوستاريكا هذا راهي مفاجأة قبل المونديال. نستغلوا نقاط القوة تاعنا وننتهج المنتخب الوطني ننتهج خطة على حساب نقاط القوة تاع اللاعبين تاعنا هكذا باش يخلق توازن في الدفاع والهجوم وهكذا نقدروا نتمكنوا ونستغلوا يعني الامكانيات الموجودة الامكانيات البشرية الموجودة. بارك الله فيك. ما الذي يمكن ان يقدمه براهيمي وجابوا للهجوم؟
هما لاعبان يعني معروفان يعني بامكانياتهما الفنيه، يعني من ناحيه الناحيه الفنيه لاعبين يعني ممتازين، يحتفظان بالكره، عندهم القدره على المراوغه، على الذهاب الى الامام، على التاثير على المدافعين، وحتى يدفعهم الى ارتكاب الاخطاء يعني، والاستفاده من كرات ثابته. وانت تعرف الكره الحديثه، الكره الثابته بما ثبت يعني فرص ذهبيه للتسجيل يعني، فضلا على نجاحهما في الاحتفاظ بالكره. يعني هما لاعبين ويتميزوا ايضا حتى بالسرعه، يعني هما يعني بالدرجه هما لاعبين مهاريين، يعني امكانيتهم الفنيه الكبيره تساعد ربما المنتخب في التاثير على الدفاع المنافس ودفعه الى ارتكاب اخطاء التي من المفروض نستفيد منها، لان ارتكاب الاخطاء والكرات الثابته هي اليوم من بين الحلول لكل الفرق ولكل المنتخبات. لكن بالنسبه انا لو سمحت يعني لو نفتح قوس، يعني احنا اليوم انا نتكلموا على تغييرات كثيره في مباراه اليوم ضد كوريا الجنوبيه، هل هذا راح يفيد يعني المنتخب الوطني؟ لما نتكلموا على تغيير الظهير الايمن والظهير الايسر وسط الدفاع وسط الميدان وفي الهجوم، يعني احسن كل بالضبط، يعني راح نلعب بفريق جديد، هل هذا انا نتساءل يعني، وربما الفنيين يعني هم ادرى، يعني هل تغيير كامل يعني تغيير كبير راح تغيير جذري يعني هذا من ضمننا راح يكون بلك ربما عنده تاثير سلبي على لماذا؟ لان حتى اللاعبين يعني الجدد اللي راح يلعبوا اليوم راح يكونوا تحت ضغط كبير ورهيب، لان كل الانظار موجهه لهم، يعني الخطا ممنوع، يعني مسؤوليه كبيره، لاعبين ربما يفتقدوا حتى التجربه المباريات الكبيره، الان تقحمهم يعني وكانك رميت بهم الى نار جهنم، لان المباراه اليوم هي مباراه حاسمه، لابد نقول صراحه مباراه حاسمه، تدفع بست لاعبين دفعه واحده يلعبوا شيء. انا ما نظنش يكون تغييرات كبيره، ولكن نقول باللي راح يكون تغيير خاصه في 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 المنظومه استراتيجيه اللعب نظن باللي راح يقوم بكتله في وسط الميدان و اللي تعطيه يعني اللي تعطي مام الفريق الوطني تاعنا مام يعني الطاقم الفني يكون درس للفريق النقاط القوه ونقاط الضعف تاع الفريق الكوري، ويعرفوا بلي يعني انت عنده خصوصيات في يعني التمركز بسرعه، وعنده خصوصيات بالذهاب بسرعه للامام. نظن بلي الناخب الوطني الان يكون ينتهز يعني خطه اللي تكون فيها توازن من ناحية الدفاعية ومن ناحية الهجومية، وبلا ما ننسى يعني ذكر الزميل على الفرديات اللي نمتلكها إن شاء الله نستغلوهم، لأن في الكرة الحديثة في هذه الأمور وين تكون عندك يعني دفاع اللي يتمركز الجانب الفردي هو اللي يصنع الفرق ويعطي يعني التفوق في بعض الأحيان. نعم، سنواصل في هذا الموضوع في هذا في لب الموضوع، فاصل ونواصل.